سلام بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة دي اي واي. وفكرتنا اليوم هي تنظيم الأدراج واستغلال المساحات داخل الغرفة بصفر درهم من خلال إعادة استعمال الكرتون اللي عندنا في المنزل. أنا هنا استعملت علبة كواسون 7 دايز لأن الحجم ديالها جاني على مقاس المساحة اللي عندي داخل الأدراج. ممكن تستعملوا أي علبة عندكم على هذا الشكل، وممكن تغلفوا العلب بطبيعة الحال بورق ملون أو بأي شيء. كيف ما كتلاحظوا هنايا شكل الدرج قبل وضع العلبات، الأشياء داخل الدرج واخدة مساحات كبيرة، ومن بعد ما وضعت العلبات لداخل بطبيعة الحال الدرج أصبح أكثر تنظيم، وأصبح بإمكاني نوضع أشياء أكثر داخل الدرج بحيث الاشياء ما بقتش كتاخذ مساحه كبيره. هنا وضعت الاشياء اللي كنستعملها بكثره بحال الجوارب اللي كنبغيها تبقى قريبه مني، بحال الفازلين والكريم المرطب وربطات الشعر. وهنا وضعت المذكرات ديالي، وهاد العلبه كذلك صنعتها من علبه الحليب المنكه، قطعتها على هذا الشكل باش نوضع داخلها الاقلام ونوضعهم داخل الدرج بهذا الشكل. وهذا كابل ديال الجوال لفيته على هذا الشكل باستعمال مقبض الغسيل. كيف ما كتشوفوا الاشياء اصبحت منظمه اكثر وواخده مساحه اقل داخل الدرج. الفكره الثانيه هي صنع علبه باش نوضعها في هذه المساحه الفارغه اللي عندي. حبيت نستغل هذه المساحه باش نوضع فيها الاوراق ديالي واللابتوب او النوتبوك، باش تبقى لي مساحه داخل الدرج نوضع فيها اشياء اخرى. حاولت نبحث على منظم او سلة كتناسب هاد المساحة اللي عندي، ولكن ما لقيت حتى شي منظم او سلة في هاد المقاس. كان الحل هو انني نصنع علبة من كرتون كتناسب هاد المساحة، ولهذا الغرض استعملت هاد الكرتونة او هاد العلبة. كيف ما كتشوفوا الحجم ديالها اكبر من الحجم اللي انا محتاجاه، فقمت بتقطيعها على هاد الشكل حسب الحجم اللي انا محتاجاه باستعمال هاد السكين الحاد او المشرط. وهذا الجزء الثاني المتبقي من العلبة، غادي ندخله داخل الجزء الاول بهذا الشكل، وغادي نلصق الجزئين باستعمال اللصاق الخاص بالخشب والكرتون. وهذا هو الشكل اللي حصلت عليه بعد ما لصقت الجزئين مع بعض. من طبيعة الحال العلبة ممكن تغلفوها من الداخل إذا حبيتوا، لكن إذا بغيتوا تغلفوها من الداخل طبيعة الحال غادي تغلفوها قبل عملية جمع الجزئين. أنا غادي نغلف الواجهة ديالها فقط. وللتغليف ماشي بالضرورة يكون عندكم ورق ملون خاص بالتغليف، ممكن تستعنوا بالمجلات اللي عندكم، مجلات ديال الأثاث، مجلات أي نوع من المجلات اللي ممكن يكونوا فيها أشكال وألوان. ممكن تواتي الشيء اللي انتم بغيتوا تستعملوها فيه. انا استعنت بهذه المجله ديال ماي هوم اللي فيها صور الاثاث المنزلي، وكنقلب فيها على شي لون كيناسب لون الاثاث اللي عندي. كنظن هاد الصوره هذه مناسبه. غادي نستعمل هاد الصوره باش نلصقها على العلبه ديالي. الشكل هو هذا كيف ما كتشوفوا، اللون بني داكن وكيناسب لون الاثاث اللي عندي. وكيف ما كتشوفوا وضعت في الداخل ديالها النوت بوك والاوراق ديالي. وهذه العلبه اخذت مكانها في المساحه المراد ملؤها. الان وبعد ما انتهي من استعمال النوت بوك او اوراق ديالي اللي كنستعن بهم في الدراسه، ممكن نوضعهم بالجانب ديالي. اذا كانت هذه هي افكار هذا الفيديو. بطبيعة الحال ممكن تضيفوا عليها افكاركم، ممكن تزينوها بالطريقه اللي بغيتوا. والفكره بطبيعة الحال هي نستغلوا العلب الكرتونيه لاغراض التنظيم اللي ما غادي تكلفنا ولا شيء، وكذلك نحاولوا نستغلوا المساحات اللي عندنا داخل المنزل. كنتمنى افكار هذا اليوم يكونوا عجبوكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، ونشوفكم على القريب في فيديو جديد.